كده جايب جنب. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم في برنامج القلب وما يريد. المرأة هي عنوان الجمال، وأجمل ما فيها سحرها، تقدر تخطفك بقلبها وعقلها وقوة وتأثير كلمتها. قالوا عنها كتير وحصروها بس للجمال، وسر جمال المرأة في شعرها. وعلشان كل بنت بيشغل تفكيرها ازاي تهتم بشعرها، فكرنا اننا نستضيف اهل التخصص نفسه. معانا ومعاكم استاذه رانيا فرج، متخصصه بروتين وعلاج للشعر. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه رانيا. اهلا بحضرتك، ميرسي، منورانا، ربنا يخليك يا فندم. احكي لنا بقى شويه كده استاذه رانيا عن انواع الشعر. انواع الشعر، في الويفي، في الكيرلي، في بيبقى كيرلي صعب شويه، في حاجه كده نوع اسمه بيبقى خشابي، هبقى اوريه لحضرتك في الفيديو، يعني ده بيبقى صعب الشغل فيه قوي. تمام. طب ممكن حضرتك بقى تكلميني عن البروتين اللي هو الزيرو فورمالين واضراره؟ هو الزيرو فورمالين ما بيبقاش فيه اي مشاكل، يعني هو الحمد لله دلوقتي في ناس اتجهت لمجال المعالج اكتر من اي حاجه، يعني المعالج دلوقتي اكتسح السوق تقريبا. فالبروتين المعالج، مبدئيا هقول لحضرتك، انا اول ما العميله بتجيلي اول حاجه بعمل لها اختبار على الشعر طبعا، عشان اعرف من الاختبار ده مدى تضرر الشعر وازاي هقدر احدد المنتج المناسب للشعر ده. بعد كده بسالها طبعا شويه اسئله عن الصحه والتغذيه، بقى الانيميا، المشاكل الصحيه، لان ده طبعا كمان بيأثر على الشعر. بسالها عن الهيموجلوبين، امتى اخر تحليل، غدة درقية او حمل او رضاعة، طبعا كل الحاجات دي بتسبب تساقط. تمام. طب ممكن حضرتك بقى تقول لنا ايه الفرق ما بين الفيلر بتاع الشعر، فرق ما بينه وما بين البروتين والترميم، يعني ثلاث حاجات، ايه الفرق ما بينهم وكل حاجة؟ تمام. هو على حسب مدى تضرر الشعر، بيكون على حسب مدى تضرر الشعر. البروتين مثلا بيبقى في ناس ما بتحبش تعمل بروتين قوي في المعالج، فبتعمل ترميم. طبعا بنعمل جلستين ثلاثة ترميم قبل البروتين. في ناس بتحب تعمل فرد، فبنعمل بروتين وفرد وترميم بعدها كمان. الفرق بين الفيلر والبروتين، الفيلر بيبقى للشعرايه اللي هي بتبقى خفيفة شوية، ويفي، الكسرة فيها مش جامدة قوي، فبنحطه بنضيف ليها الفيلر، بتتفرد بالفيلر، بتبقى خفيفة يعني مش محتاجة شغل كتير. الترميم ممكن ناس تحب انها تفرد، وفي ناس بتحبش تفرد، فبتحتاج ترميم بس. في ناس بيبقى عندها تساقط شديد، فبنعمل لها مثلا من 6 لـ 8 جلسات، بتبقى جلسة اسبوعية، بتيجي معايا العميلة بتحضر معايا من 6 لـ 8 جلسات، وبعد كده بنعمل اختبار تاني على الشعر ونشوف مدى تضرر الشعر. يا ترى المادة دي خلاص تمام هنمشي عليها على طول. الترميم طبعا مهم جدا للشعر، في ناس تيجي تعمل جلسة اسبوعية حتى لو هي ما عندهاش مشاكل للشعر. يعني الترميم ده اصلا لاي شعر، يعني مش لازم لا شعر لا، هو باين للمشاكل او حد ما عندوش مشاكل، يعني هو الترميم. في ناس بتبقى ما عندهاش مشاكل تساقط ولا تقصف، بس بيكون عندها يعني مثلا في ويفي شويه، في شعر بيبقى ويفي شويه، ده مش محتاج غير الترميم بس، الترميم بس بيبقى كافي عليه. الفيلر كمان حلو قوي في المعالج، بيبقى كويس جدا. يعني الترميم ده تغذيه، بيغذي الشعرايه اصلا، يعني تغذية لو الشعرايه هو ما بيفردش مجهده شويه. انا عايزه بس اوضح النقطه دي، ان هو ما بيفردش الشعر الترميم. يا جماعه تمام. الترميم، لان انا بتكلم كتير جدا في الموضوع ده، الترميم بيرمم الشعر وبس، هو بمعنى الكلمه، هو بنفس تمام. معنى الكلمه، هو بيرمم الشعرايه بس. يعني عشان احنا طبعا بنلبس طرح، مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها بتاثر على الشعرايه، بتاثر طبعا على الشعر. ايوه، كمان كتر ما طريقه هو الغسيل مكتوم ومقفول والكلام. أيوة، ده طريقه فالترميم الغسيل كمان بيبقى كويس له. طيب جداً تمام جداً. طب نتكلم عن اسباب تساقط الشعر وعلاجه. اسباب التساقط زي ما قلت لحضرتك هي كتير، هي ممكن تكون غده درقيه او حمل او رضاعه او الانيميا. الانيميا برضو حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها، خصوصا الشعب المصري كله عنده انيميا يعني، فنهتم شويه بالتغذيه، تغذيه الشعر، الصحه الداخليه طبعا. طب تنصحي بايه لو حد جايلك وشعره بيتساقط،
هل بتعملي له بروتين على طول ولا بتقولي له لا يعني نعالج بقى بنعمل شويه؟ اختبار الاول لتحديد المنتج المناسب للشعر. اول حاجه بعملها للعميله بتاعتي بعمل لها اختبار على شعرها، وبتكلم بقى معاها شويه عن الهيموجلوبين بتاعها، بتمر بظروف مثلا، لان برضو الحاله المرضيه بتبقى الحاله النفسيه سوري بتبقى برضو مهمه جدا. تمام، اه صح فعلا. فبعد كده بنعمل بقى زي ما قلت لحضرتك الترميم، بنعمل ترميم شويه، 6 جلسات، من 6 ل 8 جلسات نعمل ترميم، وبعد الترميم بنعمل بروتين. ساعات كمان بنضيف فيلر في جلسه البروتين، في الجلسه نفسها بنحط فيلر مع الماده المعالجه اللي هي البروتين. بس قبل ما ابدا الحاجات دي كلها، يعني ممكن استخدم حاجات طبيعيه ولا بدخل على طول على العلاج؟ يستخدم الترميم نفسه مواد علاجيه طبيعيه جدا، الترميم نفسه او جلسه البروتين نفسها، الماده حتى ماده البروتين نفسها. زي ما قلت لحضرتك النهارده الناس اتجهت للعلاج بشكل خطير، يعني ما بقاش حد بيشتغل بالمواد يعني لو الرضي. في حاله جايه لحضرتك يعني سي مثلا عندها قشره، عندها تساقط، مش مثلا اسيبها فتره واقول لها لا هناخد مثلا فتره كده ان انت تستخدمي حاجات طبيعيه، ان انت تعملي زي شامبو او فتره معينه وبعدين ارجع اعمل البروتين او الفيلر او الترميم او اي حاجه مناسبه وات ايفر لمناسبه لشعرها، ولا ابتدي على طول اقول لها مفيش مشكله انت تجيلي نبتدي على طول؟ والله في ناس بتبقى شعرها مش محتاج اصلا ان هو يدخل حراره، خصوصا ان جلسه البروتين بتبقى بالحراره يعني عشان تفرد. اه تمام. فالمعالج يعني في ناس بتحتاج الحراره، فنعمل جلسه بروتين معالج من غير اي حراره خالص، من غير يعني المكوى. ده بيبقى يعني زي حمام كريم كده ولا ايه؟ لا، بنفرد الماده، بنوزع الماده على الشعر وتقعد من 2 ساعة ل 4 ساعات مثلا على الشعر، بعد كده العميله بتشطفه في البيت مفيش اي مشاكل خالص. تمام خلاص. طب يعني في زيوت معينه او شامبوهات؟ الزيت بيكون قبل الغسيل مثلا، زي حمام زيت بتبقى جلسه اسبوعيه في البيت عادي جدا، بقول لها على انواع الزيت اللي تناسب شعرها، بتعمله قبل الشامبو بتاعها قبل الغسيل من 2 ل 3 ساعات، بتحط الزيوت على شعرها، بعد كده بتغسله، بتبقى يعني كل اسبوع بقى، يعني كل اسبوع بتبقى ماشيه على الزيت ده لو هي يعني بتحب انها تعمل حاجات الطبيعيه. يعني لازم استمر عليه طول ما انا فتره الفرد ولا بوقفه عادي وممكن استخدم اي نوع شامبو؟ لا حضرتك كده بنتكلم في المواد العنايه بعد مجموعه العنايه بعد البروتين. مجموعه العنايه في بعد قبل البروتين وفي بعد؟ هو بيبقى قبل، بتبقى بس هي بتجهز لي الشعر كويس، وبنعمل الترميم من 6 ل 8 جلسات، بعد كده نعمل جلسه البروتين، وبعدين بتبقى المجموعه بقى شامبو، بلسم، حمام كريم، سيرم، بتبقى مجموعه مخصوصه للبروتين. ما بعد البروتين يعني أي. لو عروسه جايه لك تاخد فتره قد ايه علشان شعرها يتظبط؟ يعني مثلا عروسه جايه شعرها متدمر وبتقول لك الحقيني انا خلاص يعني فاضل شهر او كام اسبوع على فرحي، يعني هتقولي لها ايه؟ تمام، حلو جدا السؤال ده. طيب هو المفروض يا جماعه البشره والشعر بياخدوا وقت طويل جدا عشان تظبطي، فاللي عندها تساقط، اللي عندها هيشان، اللي عندها اي مشاكل في شعرها، المفروض انها بتبدا بدري جدا تظبط شعرها، خصوصا ان هي عروسه، بتاخد مثلا حوالي 4 شهور 3 شهور مش اقل من كده بتظبط شعرها في جلسات ترميم، علشان لو عايزه تفرد. طبعا 90% منهم بيفردوا شعرهم بالماده العلاجيه اللي هي البروتين، بس دي بنخليها اخر حاجه، الفرد ده بنخليه اخر حاجه بعد جلسات الترميم، بنخلي الفرد اخر حاجه، ده مثلا بيبقى قبل الفرح باسبوع. يعني يا جماعه لازم ناخد فتره علاج كده 4 6 شهور كده قبل الفرح، ما تجيش الازمه واقول لها الحقيني. لا طيب خلاص، نشوف شويه صور كده لحضرتك. تمام. شغل حضرتك وتوضحي لنا يعني معانا. طيب اوكي ماشي، نشوف. طيب كلمينا بقى عن الصور الموجوده دي. دي كانت جلسة، لا هي اللي فاتت دي كانت جلسة معالج، كان في حالة تساقط شديدة جدا، هي كانت في ناس بتعمل الشغل ده في البيت، يعني بيجيبوا الكريم
الحاجات البسيطة خالص ويعملوا في البيت، وبعد كده ييجوا بقى بالمشكلة دي. ده كانت جلسة معالج، كانت جميلة قوي ما شاء الله. كانت جلسة ترميم في العميلة دي، خدنا 6 جلسات ترميم. دي حالة التساقط اللي كنت بقول لحضرتك عليها، كان تساقط شديد جدا. ده تساقط شديد جدا. دي اللي كانت عاملة كريم في البيت. ده تساقط بقى وقشرة ومشاكل كتير قوي، صح؟ ده كان بعد الجلسة. بعد الجلسة حتى انا بوريهم المشط في الفيديو، ما شاء الله. بوريهم المشط، مفيش اي تساقط خالص. حبت شعرها يعني. طبعا طبعا طبعا. هي كانت جايه لي اصلا، يعني عايزه اقول لك متدمره نفسيا، متدمره نفسيا من اللي هي عملته في البيت. ده الشعر ده يعني تاج المرأة طبعاً. يعني شعرها، فلو كان نتيجه بالشكل ده يبقى في منتهى الجمال. بس فعلا يا استاذه رانيا ملهوش اي اضرار، او يعني ممكن مثلا سي بنوته صغيره. لا، انا عايزه اوضح برضو نقطه البنات دي، انا مش بشتغل اقل من 10 سنين. يعني هو المفروض اقل من 10 سنين الحراره نفسها، مش الماده. الماده معالجه بنسبه 100%، والترميم معالج بنسبه 100%. انا الحمد لله بشتغل في كل المنتجات العلاجيه. بس هي الحراره بس هي اللي بتبقى تقيله شويه على شعر البنوته، خصوصا ان هم لسه بيبقوا صغيرين، فيبقى صعب شويه تبقى تتعبها. طب في حاله كان اللي هي البنوته الشعرها، كان شعر اسمه خشابي، لو حضرتك تقصدي إيه؟ على ده خشابي، هو بيبقى صعب قوي، فاحنا في المهنة بنقول عليه خشابي. صعب جدا جدا يعني، وان انت وصلتي له لنتيجة ما شاء الله مبهرة. كانت فرحانة بيه جدا، كانت مبسوطة بيه جدا. طيب هي تقدر بقى تتابع والشعرية ايه الجديدة اللي طالعة؟ بتبقى في ناس بتخاف جدا من الموضوع ده ويسألوني عليه. لا خالص. والله العظيم هو فعلا بيحسن من اداء الشعرية بعد كده. المواد يعني العلاجيه بتحسن من اداء الشعر. الجديده نتيجتها بتختلف عن الشعرايه القديمه، يعني مع لو المداومه على الماده العلاجيه. النقطه دي مهمه جدا كمان، مع المداومه على الماده العلاجيه مفيش اي مشاكل خالص بعد كده للشعرايه. تمام. بالعكس بتحسن من اداء الشعرايه بعد كده. هو بصراحه النتيجه يا جماعه يعني مرضيه لاي حد، يعني لو كان في نتيجه بالشكل ده رهيبه يعني، وشغل حضرتك تحفه في منتهى الجمال. ميرسي لحضرتك. طيب في اي مشاكل بتقابلك وانت بتعملي مثلا الشعر ده، تقولي لا انا ممكن استنى، ما اقدرش اشتغل فيه دوت، او لا ما تجيليش دلوقتي؟ المشكلة دي بتبقى بس قبل التجهيز، يعني لو العميلة مش مجهزة شعرها كويس جدا بتبقى جلسة البروتين دي مش هتبقى كويسة. يعني ايه مجهزة نفسها؟ مجهزة شعرها، انا بقول لها على روتين معين بتمشي عليه مدة اسبوع او 10 ايام. بتجهز لي الشعر. ما هو انا عايزة اعرف بقى ايه هو الروتين ده؟ شامبو معين؟ الشامبو التجهيز قبل اللي هو تجهيلي بيكون بشامبو معين انا بقولها عليه. زيرو سلفات ده ما فيهوش؟ لا هو بيبقى بس ايه يعني ماده بتبقى اعمق شويه. ممكن نقول اسامي ولا ما ينفعش؟ لا ممكن يعني ايه لو هو زيرو، نوع الماده بتاعته يعني زيرو حاجه يعني كده، يعني هو بيبقى اعمق سلفات. يعني ممكن مثلا اكتر شامبو اطفال يعني انا مجرباه. هو حلو جدا شامبو اطفال، هو فعلا شامبو اطفال. او شامبوهات القشر. شامبوهات القشر دي بتنظف الشعريه جدا، وبتنظف ارضيه الشعر، بتخليها بتتنفس. طب وفي قالوا لو هو القشره صعبه او الكلام ده، يستخدم هل ممكن تستخدم خل؟ ده صح ولا لا؟ هو صح، بس برضو يعني مش مع كل الشعر تبقى مناسبه، وكمان الوقت بيختلف من عميله لعميله ونوع شعرها. تمام ما بيبقاش كله زي بعضه يعني. احنا في نهاية فقرتنا بشكرك جدا جدا استاذة رانيا، بجد اسعدتينا بمعلوماتك الجميلة وشغلك الرائع ده في منتهى الجمال، وبالتوفيق دايما. وان شاء الله هنطلع فاصل ونرجع لكم مع الفقرة التانية. ميرسي جدا. شكرا.